برحب بحضراتكم مرة تانية، والبيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم. وزي ما قلت في الانترو، يمكن عائلة النهاردة معانا حياتها كلها جوه النادي الأهلي، من أول الأب كابتن ياسر أبو الفتوح اللي لعب في جيل العظماء زي ما بيقولوا، حقق يمكن مع الأهلي بطولات كتيرة جدا سواء على المستوى المحلي أو حتى الأفريقي. يمكن استلمت منه، مش يمكن أكيد بتستلم من بعده نادينا النهاردة الراية، البنت الكبيرة اللي حققت مع الأهلي لحد دلوقتي 11 بطولة في 4 مواسم بس، ويمكن آخرها مبارح فوزها مع فريق السيدات ببطولة منطقة القاهرة، مباراة كانت قوية جدا ولسه مستنيين منها كتير في السنين اللي جاية إن شاء الله. بعدهم بيجي مازن الابن الوسطاني، ومتصعد دلوقتي علشان يتدرب ويلعب مع الفريق الأول، وكل المتابعين له والجماهير بتقول أنه هيكون ليه شأن كبير جدا في الفترة اللي جاية. آخر العنقود كمان مش عايزين ننساه، وصحيح مش معانا النهاردة لكن لازم نديله حقه كمان، لأنه هو مالك اللي موجود دلوقتي في معسكر المنتخب تحت 18 سنة، هيلعب بطولة أفريقيا اللي هتستضيفها مصر إن شاء الله أول الشهر اللي جاي بإذن الله. فهي عائلة أهلوية خالصة مخلصة زي ما بيقولوا. برحب بيك يا نادين، مبسوطة بيكي جدا جدا يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيكي. علي صوتك. لا نادين، نادين أزمة بتواجهني، علي صوتك عشان أنا أنت قاعدة بعيد عني. الله يبارك فيكي. ماشي، والناس تسمع. مازن بقى برحب بيك طبعا. مازن أهلا وسهلا بحضرتك طبعا في بيتكم، بيت الكبير، بيت النادي الأهلي طبعا. وزمالة السهام احنا دايما بنكون سعداء لما بيكون معانا عائلة خالصة أهلوية 100%، بداية من الأب للأبناء، كلكم على مستوى البطولة ما شاء الله. وده أكيد ده مدرسة النادي الأهلي في جميع اللعبات، هي البطولة ما شاء الله. نادين بتحقق 11 بطولة في 4 سنين، شد حيلك يا بطل، انت متصعد ان شاء الله للفريق الاول الله. وكل الناس بصراحه بتتكلم عليك بشكل اكتر من رائع، ان شاء الله تكون اضافه للفريق وتحقق بطولات على المستوى الله. المستوى المحلي والمستوى الدولي، لان المستوى الدولي دلوقتي كمان مالك موجود في منتخب مصر تحت 18، عندهم بطوله كبيره. فزي ما بقول لكم احنا سعداء جدا 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 ان احنا هنا في البيت الكبير ما بنتكلمش بس على الكوره، لا، في ابطال زي اللي موجودين قدام حضراتكم دول، ابطال بيشرفوا النادي الاهلي، بيشرفوا كيان النادي الاهلي، بطولات كتيره جدا جدا، عائله اهلاويه 100%. نشوف التقرير ونرجع نعمل حوارنا الممتع ان شاء الله مع ابطالنا، ابطال النادي الاهلي. عائلة ذاخرة بحب النادي الأهلي، جميع أفرادها يعشقون الكيان الأحمر ويأملون في خدمته لأعوام عديدة وإضافة بطولات كثيرة للقلعة الحمراء. الأب هو ياسر أبو الفتوح، أحد أبرز نجوم كرة السلة المصرية والنادي الأهلي في جيل العظماء، ساهم خلال مشاركته مع النسر الأهلوي في تحقيق 9 ألقاب، بواقع 3 ألقاب لبطولة الدوري و4 ألقاب لبطولة كأس مصر. وعلى الصعيد القاري ساهم ياسر أبو الفتوح في تحقيق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، قبل أن يقرر الاعتزال والاتجاه للتدريب في قطاع الناشئين. ثم حملت نادين راية عائلة أبو الفتوح وخطفت الأنظار وهي في مرحلة الناشئات، قبل أن تتدرج في صفوف الفرق حتى تصل للفريق الأول وتحقق معه نجاحات كبيرة بحصد 11 كأسا في 4 سنوات فقط، إضافة إلى حصولها على برونزية بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري. كما أن العائلة بها أخوان سيكون لهما شأن كبير خلال الأعوام المقبلة، وهما مازن ومالك، حيث استعان بهم الكابتن أشرف توفيق للتدريب والدخول في قائمة الفريق الأول للرجال خلال هذه الفترة. مالك الأخ الأصغر في العائلة موجود حاليا رفقة منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة، استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا والتي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل والمؤهلة لبطولة العالم المقبلة. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بنادين ومالك مشرفين ومازن. وأنا عايزة الحقيقة يمكن
استنى يمكن انت على فكره دورك مهم جدا يعني انت ما شاء الله عليك انت جاي استنى بس استنى انا عايزه بس ابدا احنا يمكن سلطنا الضوء حتى في التقرير جابوا سيره باباكو ما جابوش وجابوا طبعا سيرتكم بس ما جابوش سيره مامتكم يمكن هي اللي ليها الدور الاكبر اكيد في صناعه طبعا. الابطال دول او النجوم دول دورها الاساسي دورها ايه بقى نادين كلميني قبل ما ادخل بقى في اللي انت عملتيه انا بجد عايزه اتكلم عن مامتك لان ما فيش حد جاب سيرتها لا هي بصراحه ماما تعبانه معانا جدا احنا صغيرين يعني هي اللي كانت اولا بتزقني انا دايما لان انا عشان تلعبي اللعبه اساسا اصلا ولا وهي اللي كانت بتيجي دايما معانا يعني هي اللي كانت بتواظب ان هي تنزلنا التمارين دايما والبرايفت وال من المدرسه من المدرسه بعد كده للتمرين طول اليوم في النادي لا هي بصراحه اتبهدلت معانا وبعدين مش انا بس ده مازن ومالك يعني وبعدين احنا الثلاثه سننا قريب فكان احنا الثلاثه مواعيد تماريننا قريبه من بعض دي صوره مامتك يا نديم يعني يعني ثلاثه وبيلعبوا فكل واحد ليه تمرين اعتقد بقى من الصبح لبالليل بتستنى أيوة بتوصلكم بتستناكوا اللي تخلصوا تمرين حرفيا من بعد المدرسه لحد بالليل احنا قاعدين في النادي هوم ورك ماما في النادي اكل وشرب في النادي يعني بصراحه هي اتبهدلت معانا جامد وانتوا كمان مواعيد كمان الشباب غير مواعيدك انت صح؟ بالظبط احنا كمان سننا يعني مش زي بعض ف يعني دايما ايه الصبح تمرين نادين في نص اليوم تمريني بالليل تمرين مالك فكل ده احنا طول اليوم في النادي هي طبعا بتبقى نازله الصبح وطبعا معنا. دور الام بيبقى دور يعني دور كبير جدا ويمكن الواحد انا كمان لعبت يعني لعبت كوره فالدور ده ما بنحسه لما نكبر بنحس واحنا صغيرين ما بنحسش ويبقى يعني الموضوع بالنسبه لنا يعني ده الطبيعي لكن لما بنكبر كنا بنبقى مستغربين انت ليه ماما مصممه ان احنا ننزل التمرين خلاص يا ماما يعني نقعد في البيت النهارده لا هي اللي بجد دلوقتي انا عرفت قيمه ده بصراحه انها دايما زقانه لا ما نغيبش لا نركز عشان نامي بدري عشان عندك ماتش بكره لا قومي بس كلي كويس دلوقتي وقومي كله كويس دلوقتي عشان عندكم ماتش فاهم ايه امتى بقى اتعلمتي ايه بقى اتعلمتي ايه في اللي هي كانت بتديهولك ده وتسقهولك بالمعلقه الزن بس الزن بيجيب نتيجه ده اللي اتعلمتيه ده اللي اتعلمتيه الزن الايجابي فادك في ايه الزن فادك في ايه بقى الزن ده لا وصلنا اللي احنا فيه يعني وصل مازن وملك بصراحه يا صبرت كمان على مازن وملك جامد قوي يعني ايه يا نادين بيني وبينك كارثي بجد مالك بقى بالذات يعني ده غلط انا حاسه ان ده اللي بالذات مش هو مالك مش انا خالص خالص يعني تحت لتحت بنتكلم على دور الام لكن كمان احنا يعني اكيد دور الاب بيبقى كمان دور مهم جدا واعتقد وجود بطل يعني هو على راس العائله بيديكوا اولا حتتين الحته الاولى حبكم للعبه وهنجيل وصلنا الاعلى في طبعا مش اي حد تاني بصراحه حبكم للعبه بيتبني من خلال انتم وانتم صغيرين شايفين بابا ايقونه بالنسبه لكم فعايزين تعملوا حاجه زيها وفي نفس الوقت بتبقى الموضوع هو سبورت ليكم بشكل اكتر من رائع يعني دور بابا كمان دور ظهرنا في النادي بصراحه يعني الواحد ليه يعني ظهر كده في النادي طب بلس انه طبعا خبره يعني فوق ما تتخيل انت واخده من لا لا وصلنا شهر كده مش هتكلم مستنيها تخلص لا وطبعا هو بابا يعني احنا يعني بس هو احنا كبرنا لان بابا في النادي وبطل وكابتن فرقه بتاع النادي الاهلي فاحنا كل الحاجات اللي هو هو بيلعب انا اللي احنا طبعا ما لحقناهوش وهو بيلعب بس احنا خلاص احنا عارفين هو عمل اسم فاحنا اجباري لازم يبقى كل واحد فينا على قد مسؤوليه ان هو يبقى ابن الكابتن ياسر ابو الفتوح بس صح. يعني دي لوحدها كبيره قوي عايزين نوجه له تحيه من البيت الكبير تحيه خاصه جدا ولوالدتكم كمان اكيد اللي لعبت الدور الاكبر طبعا طبعا ودي صوره باباك طبعا طبعا كان ليه دور انك تختاروا الباسكت بول يعني طبعا يعني دايما السؤال ليك دلوقتي في كوره للسيدات لكن بالنسبه لك انت مازن كان ليه دور ان تبقى انت خلاص انت شايف بابا عايز ابقى زيه عايز احقق بطولات زيه في كره السله ولا كان ليك هوايات زي اي طفل في مصر ليه هوايات انه ممكن يبدا بكره القدم كان ليك تجربه مع كره والله هو يعني هو احنا كمان عشان بدانا لقينا نفسنا في ملعب الباسكت ف
فخلاص فهو يعني حتى لو انت ليك هوايه ماشي العب اللي انت عايزه يعني عايز تلعب سباحه العب سباحه، عايز تلعب كاراتيه العب كاراتيه، بس انت الباسكت دي حاجه كمان في دمك بقى اساسي يعني دي موهبتك. فانا كنت العب فوليو وما رضيش يخليني اكمل بالزبط. في الفوليو لا هكملي هكملي دلوقتي بقى يعني يعني مبسوطه ان انت على اختياره ده مبسوطه خلاص كملت بقى وطلعت فيرست تيم مضطره احب الموضوع مضطره تحب الموضوع ولا عشان معانا على التليفون فتي مضطره تحبي الموضوع؟ بحب الموضوع يا بابا بحب الموضوع يا بابا. كابتن ياسر اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم تأثير عليك والبرنامج. اهلا بيك يا فندم بحييكم على البرنامج اللي بتجمعوا فيه عوائل النادي الاهلي كلهم، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه لينا. لا دي حاجه مشرفه لينا يا فندم بصراحه، حاجه مشرفه لينا ان كمان الابطال اللي بيعيشوا جوه النادي وبيحققوا بطولات للنادي وبنشوف اولادهم كمان على نفس الخط وعلى نفس المسيره، فده شيء بيسعدنا كجماهير النادي الاهلي ان في عندنا الاجيال بتتواصل بس مش في كره القدم في جميع الالعاب. ودليل واضح يعني حضرتك عندك ما شاء الله عندك مازن وعندك مالك ونادين على خطه ثابته، بس هي نادين كانت بتقول عايزه كانت تلعب فولي وحضرتك قلت لها لا انزل فولي. انا بنحب الباسكت فهم شربوا الباسكت بول من حضرتك اكيد يعني. بص يا كابتن هاني انت برضو احد اعلام كره القدم وحاجه مشرفه في النادي الاهلي، وانا سعيد جدا ان حضرتك موجود في البرنامج. لا كتر خيرك الشرف لينا يا فندم، شرف لينا احنا كعائله للنادي موجوده في النادي الاهلي ان موجودين في البرنامج بتاعكم. كتر خيرك يا فندم كتر خيرك. يعني عايزين اتفضل يا كابتن ياسر. كانوا بيتكلموا عن اكتر واحد شقي في البيت يا كابتن ياسر، فحضرتك بقى اللي هتقول لنا الحقيقه. الحمد لله ان هو مش موجود دلوقتي. يا مالك مالك مش انا هو مالك بصراحه جميل جميل. لا طبعا هي الشقاوه الشقاوه الحلوه يعني بنتكلم يعني احنا هادين شويه هو يعني انت خلي بالكم يعني الاجيال اللي طالعه وكلنا عارفين يمكن السن الصغير 16 و17 سنه صح. يعني انت عارفين السوشيال ميديا والبقى الدنيا بالنسبه لهم مفتوحه فيبقوا مهايبرين شويه لكن صح. لكن مع وجود رياضه وخاصه هو كمان موجود في منتخب مصر هو ما شاء الله كويس جدا واسال حضرتك كمان كابتن يعني ياسر ان هو برضو الشقاوه بتاعته دي هي اللي نفعاه بصراحه نفعاه عامله له كاركتر في الباسكت كمان يعني هو اللي فارد دلوقتي بصراحه عنده شخصيه بالظبط فارد شخصيته يعني بالزبط. كابتن ياسر انا عارفه ان حضرتك كنت بتدرب مازن، كان بيتقبل تعليمات حضرتك بسرعه ولا كان بيبقى خلاص عشان عارف انه بابا فبيتدلع مثلا ياخد الموضوع مش على محمل الجد مضطر يستقبل المعلومه بالحذافيرها لان هو يعني الحمد لله اولادي بيثقوا فيا جدا فدي حاجه كويسه من يعني ان هو انا مارست كتير في الرياضه في النادي الاهلي وكنت كابتن النادي الاهلي فهم عارفين ان انا عندي اكسبيرينس عاليه تقدر تفيدهم في الملعب بس ساعات هم ليهم طبعا انت عارف كل الاولاد بيبقى لهم عاوزين يختصوا بنفسهم شويه شويه يسمعوا شويه ما يسمعوش بعدين يرجعوا في الاخر يسمعوا الكلام بتاعي فدي حاجه جميله يعني منهم يعني فطبيعي كمان ويمكن هسال مازن في النقطه ديت ساعات وجود الاب كبطل من ابطال النادي الاهلي واولاده بيلعبوا في النادي بتسبب شويه ضغوط على اللعيبه نفسها وبتسبب شويه لازم يقوم بمجهود اكبر عشان بعض الناس او بعض ممكن يجي له بعض الكومنت انت موجود في النادي عشان خاطر باباك ده بيحصل في كره القدم اعتقد في جميع الالعاب فبالتالي بيبقى في مسؤوليه اكبر على حضرتك انك توجه بشكل طيب جدا وهو كمان عليه دور انه يتقبل انه كان بابا ليه اسم كمان بالظبط يعني بالظبط فاحنا لازم 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 نبقى قد الاسم اللي هو عامله دوت وفعلا ساعات الناس بتقول الكلام ده طبيعي طبعا انتوا بتعملوا ايه بقى وبابا بيقول لكم ايه في النقطه دي؟ والله هو اما كان كمان هو المدرب بتاعي السنه اللي فاتت فده طبعا كان لود عليا كبير جدا ان انا لازم افضل طول السنه بمستوى واحد حتى لو يعني
خلاص انا عارف السنه دي عشان تكون بتلعب بمجهودك كمان مش يعني عشان بابا مدرب. بلعب بمجهودي وانا كويس عشان كده بلعب، مش بلعب عشان خاطر انا. في ضغط اكبر ان انت ابن كابتن ياسر ابو بالظبط ده غير ان هو ابن كابتن ياسر مفتوح، هو المدرب بتاع الفرقه كمان بتاعي كمان عارفه. فحتى في الماتشات الصعبه او في الكريتيكال تايم انت بيختار احسن لعيب. اتدخل شويه معلش انا اسف. اتفضل. لا اتفضل يا كابتن. هو انا عملت لود جامد على مازن السنه اللي فاتت لما كنت ماشي في الفرقه هو معايا. انا يعني هو لعيب عندي وفي نفس الوقت ابني، دي معادله صعبه جدا. صحيح. اضطريت طبعا، مش اضطريت، انا كنت مجبر ان انا ابقى في لود ان هو زي اللعيبه. هو بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يبقى ملتزم، وحتى لو هو تعبان هو اول واحد موجود في التمرين عشان انا خاطر هو بيتعامل زيه زي اللعيبه الموجودين. بل بالعكس انا جيت على مدى كتير السنه اللي فاتت هو وانا مدربه. انا بشكره ان هو استحملني لان انا صعب شويه. حضرتك اللي بتشكره يا كابتن ياسر. والله انا اللي بشكرك. لا هو المفروض اللي يشكر حضرتك. استحملني كتير. لا حضرتك بشغل استحملك كتير. استحملني فعلا كتير. بس حضرتك ما كنت يعني اكيد كنت يعني انا عارف الموقف بيبقى صعب، وخاصه على حضرتك ان اللعيبه بتبص له طب انت هتتعامل معاه ازاي، طب هو يعني هتعامله معامله خاصه او لا، وبالتالي حضرتك بتحط اللود عليه انه لازم يكون اول واحد موجود، التزام موجود في كل مكان. فاللود دوت ما حضرتك كنت بتقول له حتى بس ما بعد التمرين مثلا معلش انا دوست عليك في الحته ديت علشان جزء دي. انا هو العيب عندي طبعا. لا مش كده طبعا. ال 20 لعيب بيتعاملوا معامله واحده. صحيح. ابني اخر حاجه ممكن افكر فيها لان انا عندي اولاد هم اولادي برضو، الفرقه دي اولادي، انا بعتبرهم اولادي، واحنا في النادي الاهلي ما بنفرقش ما بين ابن ولعيب، هم كلهم لعيبه بيمثلوا النادي الاهلي. لازم يكونوا على قد المسؤوليه اذا كان ابني او غير ابني او لعيب معايا في الفرقه. دي سياسه اللي موجوده في النادي الاهلي، والحمد لله احنا يعني في النادي الاهلي ما فيش تفرقه بيننا وبين اللعيبه، بنحاول نبقى في عدل عشان خاطر دي رياضه. طبعا كابتن ياسر بنشكرك على مجهودك الواضح ده ومجهود طبعا والدتهم، وتحياتنا الكبيره جدا ليها، وهم مفخره النادي الاهلي من بعد حضرتك طبعا يا كابتن ياسر. والنادي الاهلي احنا النادي الاهلي فخرين ايضا برضه. اكيد اكيد. شكرا جزيلا ليك يا كابتن. شكرا جزيلا لوجود حضرتك، ونكمل بقى حوارنا مع اولاد حضرتك علشان الموضوع هيخش في الجد شويه، لان مازن كان بيتكلم على نقطه مهمه جدا كنت بتكمل فيها، ان خلاص ان بابا قال لكم انتوا عندكم البيزك اللي هو الباسكت بول، ان دوت ممكن تعمل اي رياضه ثانيه بموهبه، يعني تنمي موهبه تبقى فرعيه مش الاساسيه بتاعت حياتنا بالزبط. يعني باسكت حياتنا، يعني هو مخلي ان الباسكت فعلا من كام سنه بقى من سن الدراسه والاكل والنوم لا ده الرياضه قبل الدراسه كمان. اربع سنين مثلا من سن اربع سنين مثلا كنا خلاص احنا في النادي، فبنروح لسه طبعا برايفت بقى انت عندك الاكاديمي والبرايفت اللي قبل ما تخش الفرقه. أوكي. تخش فرقه وانت عندك 10 سنين مثلا. اتفضل كمل. لا اتفضل يا مازن. لا يا مازن والله اتفضل. يعني بدات من سن بدانا اربع سنين لغايه اما خلاص كل واحد فينا جه في سنه ان هو جه مرحله سنيه يعني يقدر يبقى في فرقه. بعد كده بقى بدانا مع المدربين طبعا، كان ساعتها كابتن طاهر رجب كان هو اللي ماسك مدير قطاع الناشئين. بس طبعا احنا من زمان كان كابتن اشرف توفيق هو اللي ماسك الفيرست تيم في الباسكت، فمن اول لما بدانا الناشئين لغايه دلوقتي لحد دلوقتي طبعا انا بوجه له الشكر، ويعني هو احد الاسباب طبعا ان انا اطلع الفيرست تيم السنه دي. مدرب كبير جدا طبعا، بنتعلم منه وبنستفاد منه كل حاجه طبعا، بين الخبرات يعني الخبره يعني دي اهم حاجه في الباسكت، وهو يعني اول مدرب يعني يبقى في مصر نلاقيه المنتال بتاعه عالي قوي كده. بس في صوره كانت باباك على التليفون اتعرضت دلوقتي من شويه وانت ماسك كاس وواقف جنبه بتتصور، عايز اعرف حكايه الصوره دي. بس نادين امبارح عملتوا مباراه قويه جدا انا تابعتها، وانت كنت متالقه وثريا كانت متالقه وحتى كايلا جايه من محترفين طبعا من الدبليو ام بي اي الامريكيه طبعا. فكلميني بقى عن المباراه ديت، استعدتي انت ليها ازاي؟ كان ايه الكواليسها؟
احنا اصلا انت عارفه طبعا ان احنا نص فرقتنا مصابين دلوقتي، فاحنا يعني الحمد لله بجد انا فخوره جدا بفرقتي ومبسوطه ان احنا عملنا جيم حلو كده واحنا نص فرقتنا مصابه، العيان واللي عنده حاجه في رجليه، فالحمد لله يعني ان شاء الله بقيه السيزون بقى فرقه تكمل وهنبقى احسن من كده كمان، انا متاكده واثقه من حاجه زي كده. بس ان شاء الله احنا واثقين كمان من البطولات. لكن ارجع لك بقى تاني وتقول لنا كمان، انت لما طلعت الفريق الاول انت يعني تصعدت امتى، السنه دي ولا السنه دي اول سنه بتصعد مع الفريق الاول؟ استقبالي يعني دايما بنتكلم ان اللعيبه يعني الدخول للفريق الاول بيبقى فيه رهبه شويه وبيبقى فيه نوع من انواع الخوف والقلق انك داخل مع الفرقه كبيره. اوصف لنا برضو شعورك مع ان خلاص بدات تتصعد النهارده للفريق الاول و البطولات اللي جايه اللي ان شاء الله هتشاركوا فيها. هو لا خالص، هو لعيبه الفيرست تيم كلهم يعني احنا بيلمونا بيحاولوا اللي هم ما يبقوش فيه، يبقى حتى يعني احنا بنتمرن طبعا لعيبه كبار كلهم كباتن النادي الاهلي كلهم، بس برضو هم كانوا يا نصايح في التمرين ما تخافش، لا العب، انت اعتبر نفسك بتلعب في فرقتك في العشرين. طبعا بتدي احترامك للعيبه الكبيره اللي في الفيرست، وبتدي احترامك ان انت بتلعب برضو بتمثل النادي الاهلي والفريق الاول، فلا ما كانش بيبقى فيه رهبه ولا فيه اي حاجه. ايه تاني البوزيشن بتاعك ايه يعني؟ برضو عرفنا البوزيشن. انا بلعب بوزيشن 4 و5 اللي هو انا ببقى 4 و5 يعني عندنا احنا ليبرو وسيرد باك. عندكم السله ايه 4 و5؟ بيفوت. ها سنتر. بيفوت تحت الباسكت. اللي بيلم قوة اوكي بالظبط. الطول طبعا يعني احنا دايما بنلاحظ وهاخد رايكم في النقطه دي، يعني انا بتفرج على ماتشات الباسكت بلاقي دايما في واحد مش بالطول دوت، واحد دايما بيبقى بلاي ميكر قصير شويه، مش يعني مش قصير يعني البلاي ميكر هو اللي ممكن ما يكونش طويل قوي. عامه ما بيكونش طويل قوي، هو بيكون سريع مش شرط، بس هو يعني بيبقى عنده حاجات تانية يعني سريع. انت ما شاء الله طولك كام؟ طولك كام يا مازن؟ 2 متر. 2 متر الله اكبر. وانت يا نادين؟ 187. 187 ان شاء الله. احنا بنتكلم عن بلاي ميكر، كان الكابتن طارق خيري طبعا من الناس طبعا يعني مميزه بلاي ميكر النادي الاهلي يعني. طبعا كابتن طارق خيري يعني مدرب كبير طبعا، كان ماسك السنه اللي فاتت اللي قبليها ماسك الفريق الاول. كان فاز برضو بطوله افريقيا، كانت غايب بقى لها فتره عن النادي، مدرب كبير طبعا بوجه له الشكر والاحترام من هنا طبعا. بيقولوا ابنه كمان طالع صاروخ. طبعا كويس قوي. برضو هو مع مالك برضو في المنتخب، منتخب مصر دلوقتي هو 18 18 سنه. 18 برضو. طب ما شاء الله نفس البوزيشن، نفس برضو بلاي ميكر، نفس الستايل ما شاء الله، شوتر قوي برضو كمان. انت يا نادين مين، معلش سؤال لنادين برضو، احنا دايما بنسال مين المدرب اللي انت تحس بيه ان هو لا هو اللي حطك على الطريق صحيح؟ طبعا بابا من خلال تعليماته، لكن في خلال مشوارك في الناشئين لغايه ما صعدتي وبدات تحصدي بطولات، تفتكر مين من المدربين؟ هو كل مدرب انا اتمرنت معاه اكيد استفدت منه بحاجه وخبره. كم مدرب تقريبا؟ كتير مشوارك. يعني لا من اول 10 سنين. كتير قوي. كل يعني كابتن لبنى قعدت مثلا من اول 10 سنين، كابتن احمد مناع، وبعدين كابتن لبنى من اول 14 سنه لحد 18 كابتن سنين. احمد ابراهيم برده تحفه يعني، كنت مبسوطه جدا جدا معاه. وبعد كده كابتن ايهاب الالفي بقى فيرست تيم، وكابتن علي هاشم. بس في كل مدرب بتحاولي تاخدي منه حاجه ايجابيه يعني، بتطلعي. استفدت طبعا من كل مدرب فيهم اكيد. طبعا اكيد طبعا. احكي لي بقى مازن حكايه الصوره، انت كنت رافع كاس، ده كان كاس ايه؟ ده كان بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت. بطوله الجمهوريه؟ كان طبعا كان كابتن ياسر هو اللي بيدربك. لا هو بقى حصل، كانت خلاص احنا كنا بدانا السنه الجديده اللي هي السنه دي اللي احنا فيها دلوقتي. بس كان في بطوله لسه ما كملناهاش. ايه الصوره دي؟ كان في بطوله لسه ما كملناهاش، فكان حصل تغيير في الجهاز، كان كابتن اسلام علي هو اللي مسكنا، وكابتن وبابايا مسك كابتن ياسر. الايه كانت بطوله ايه؟ الجمهوريه. تمام. وكابتن ياسر كان مسك بقى ال 18. بس فدي كان بطوله الجمهوريه. يعني بطوله كبيره طبعا يعني. اكيد طبعاً كان في صعوبات قابلتكم طبعا. احنا كمان بطوله القاهره ما توفقناش وخدنا مركز تاني. فكانت دي بطوله مهمه جدا يعني، وطبعا يعني كانت صعبه، بس خلاص بعد ما كنتوا قاعدين في البيت. بالظبط. كانت كمان بعد الاهم يعني، اعتقد بطوله طبعا هي كانت مهمه طبعا. لا الجمهوريه طبعا اهم. طبعا الجمهوريه عشان كمان
فيها فرق على مستوى اعلى اكتر من فرقه يعني بالزبط. مثلا الزمالك سموحه بتلعب هليوبوليس الاتحاد بالزبط. الجزيره كل دي فرق خلي بالك هما كمان كانوا لسه جايين من كوارنتين وقاعدين ما لحقناش اصلا ما لحقوش كل الفرق ما لحقتش اصلا تاهل قبلها كتير فهم برافو عليهم ان هم كسبوها كابتن يعني. اسلام علي طبعا السنه دي هو المدرب بتاعي لم الفرقه في وقت اتمرنا اسبوعين بالظبط بس اسبوعين بس اتمرنا اسبوعين وكان هو كمان ما كانش المدرب معانا من اول السنه فيا دوبك هو اسبوعين ادانا سيستم نلعب بيه طبعا بقى في عوامل كتير اللي هو نقدر نلعب في اسبوعين الفرقه كلها صعب قوي مازن انك قاعد فتره طويله وانا عارف ان كمان الفيتنس بتاع الباسكت مختلف شويه على الكوره بيبقى انك ترجع في خلال اسبوعين وتبقى فت ده عايز شغل كبير من المدير الفني ومنكم كلاعيبه طبعا طبعا كابتن اسلام حاول يعني هو لعب يعني كان كل الشغل اللي كان على العامل اللي هو الاساسي طبعا في اي فرقه اللي هو الروح تبقى الروح كويسه ما بين الفرقه والفرقه كلها شايله بعض مش مهم انت مش مهم السيستم مش مهم الخطط مش مهم اي حاجه المهم خلاص انت غلطت زميلك يشجعك بس دي اهم حاجه يعني في الفرق دايما بنتكلم عن ان العامل النفسي ده خلاص بقى يعني بالزبط. خلاص بقت اداه او عامل لازم هو يكون اهم حاجه اهم حاجه في اي جيم صراحه دي حقيقه لو احنا عندنا اوفنس كويس وديفنس كويس بس ما فيش روح مستحيل نكسب مفيش روح ولو ما فيش روح مستحيل فدايما دايما فعلا الروح ان الواحد يبقى عنده سبيريت الفرقه روحها حلوه مع بعض هتكسبي اي فرقه اللي بيعمل ده المدرب ولا انتوا كلاعبات مع بعض المدرب الاول في المقام الاول وبعد كده اللعيبه مع بعض هو العامل الاساسي قبل الفرقه كابتن الفرقه يعني المدرب وبعدين كابتن الفرقه مين كابتن الفرقه كده عندنا دينا عم. دينا صح دينا جت لنا صحيح هو في مواقف صعبه بتمر كتير جدا في بطولات عملتوا بطولات وماتشات كتيره جدا دي انت ولا سرايا دي انا فعايز اسالكم على دور المدير الفني بيبقى في الكريتيكال مومنت تفتكروا في لقطات كنت متاخرين مثلا فيها بشكل كبير وكان المدرب كان ليه دور انه يرجعكم تاني بالسبيريت والتعليمات من بره انك ترجعوا تاني للمباراه وتكسبوها تفتكروا بعض المباريات اللي مرت عليكم كده احنا بالنسبه لي انا الدوري اللي احنا اخدناه بعد الكورونا بعد ما رجعنا من الكورونا ده بالنسبه لنا كان صعب جدا مش كان صعب بس كان التاهيل ليه صعب ان احنا قدامنا وقت قليل جدا قبل ما نبدا الماتشات ونخش المعسكر فعشان نجهز نفسنا خلي بالك قاعدين بقى لنا كتير قوي فعشان نجهز بجد الفيتنس اللي اشتغلوا معانا كابتن علاء العشري وكابتن احمد ابراهيم اسيستنت وكابتن جاد برضو اشتغل معنا انا بتكلم على الناس اللي اشتغلت معنا في الدوري اللي فات ده اللي احنا اخدناه بعد الكورونا تعتبر اصعب دوري ده يعني. بالنسبه لي بصراحه لان ده اللي اشتغلنا فيه فتره قليله قوي عشان اتوقفتوا كتير ايوه قعدنا كتير قوي فعلا اتدربتوا بقى قد ايه لما رجعتوا تاني شهر اظن احنا قعدنا شهر بالظبط عشان نرجع السيستم ونرجع الفتنس ونرجع ان احنا نبقى نشتغل مع بعض يعني افتكر اصلا احنا بنلعب ازاي مع بعض نسيتوا ها كانت دي اطول فتره في حياتك تقريبا مش هتعدي تاني الفتره دي دايما الاوف سيزون بيبقى شهرين او شهر ايوه طبعا انا بقى عايز اسالك على الجزئيه ديت يعني في تفتكر من خلال ماتشاتك حتى على قطاع الناشئين او تفتكر انكم مباراه كنت متاخرين فيها شويه وانت جوه الملعب بتحس حتى اللعيبه بينها وبين بعض لا احنا لازم نرجع ولازم نقف على رجلينا بشكل افضل ده بيبقى عامل يعني الاساسي طبعا جوه الملعب بيبقى كابتن الفرقه طبعا والمدرب بيبقى على البنج لان طبعا بيبقى فيه تايم اوت فالمدرب هو اللي بيديك الانطباع هو لو متوتر اللعيبه بتتوتر لو هو هادي و انت بقى بتحب المدربين الهاديين ولا هو يعني هو انت... الصح يعني انا بحب الصح هو الصح اللي هو المدرب يبقى هادي يعني يبقى هادي طبعا لان كل يعني الوقت ده بالذات بتبقى اللعيبه كلها كل واحد في دماغه عايز هو اللي يكسب الفرقه فلازم خلاص احنا الكابتن الفرقه طبعا العامل بتاعه ان هو يلم الفرقه ويبقى لا يا جماعه احنا لسه الماتش بدري لسه فاضل ايا كان التايم ايه هو كده كده الماتش بيخلص في اخر ثانيه صحيح احنا خلاص قدامنا التايم ده لا نقدر نعوض ونكسب بس المدرب طبعا طول ما هو هادي طول ما احنا خلاص الانطباع ايه لا هنشوف البورد هيتشرح عليه ايه ننزل ننفذ خلاص ده كسبنا خسرنا دي حاجه بتاعت ربنا بس احنا طبعا خلاص بنبقى كده كده بنلعب اخر يعني دايما اخر ثانيه الماتش بيخلص طول الماتش بقى احنا بنلعب ايه يعني هو ده الماتش بتاعنا بنلعب ماتش بطوله كل اي ماتش حتى الماتشات الوديه احنا متعودين نكسب فخلاص حتى الماتشات الوديه مطلوب منكم بالظبط احنا ساعات فريق الكوره بيقول لك لما بيكسب مثلا الشوط الاولاني 3-0 4-0 خلاص الناس بتقول المباراه انتهت السله مختلفه يعني حتى لما بتتقدم بعدد نقاط معقول
ما اعتقدش حتى جواه كنت تقول لأ خلاص كده الماتش خلص، لان مفيش اصلا حاجه زي كده في النادي الاهلي بيرجع يعني بسرعه جدا. ان احنا في النادي الاهلي دايما بالظبط ما ينفعش نخسر حتى ماتش ودي، ففعلا زي ما بيقول احنا اي ماتش عندنا بيبقى كانه ماتش بطوله، ودي بقى ضعيف صعب سهل. لا انا بتكلم عن نقطه الاستريس، يعني انا لو انا بلعب كره وبلعب كره عندنا ماتش فكسبنا الشوط الاولاني 3-0 فخلاص بحس بنوع من انواع الراحه، الجيم مريح. لكن ما اعتقدش انتوا الباسكت من اول ثانيه لغايه اخر ثانيه بيبقى فيه لازم تكون مركز قوي والتنشن قوي، لان ممكن حتى لو متقدم البوينتس بتتعود بسهوله وبسرعه يعني. أيوة ده بيأثر عليكم في المجهود، يعني ده ليه تدريب، يعني ده جزئيه دي ليها تدريب، ان في تدريب انك يعني عمليه انك تستحمل طول الوقت دوت انك بتلعب برتم واحد ورتم سرعه، ليه تدريب معين بيحصل. يعني انا بشوف ده في فرقتي بصراحه، ان احنا دايما متعودين ان احنا نحافظ على السكور اللي احنا جايبينه، يعني دايما في التايم اوت كابتن علي مثلا لسه في الماتش اللي فات احنا مثلا يا جماعه كاسبين دلوقتي 20 بونت، مش عايزه اقل عن 20 بونت دول، حتى لو احنا عارفين احنا هنكسب في الاخر لازم الماتش ده يخلص 35، الماتش ده يخلص 30. بيقول لكم كمان رقم يعني. ده بيفرق معانا جدا ان احنا نازلين، لا يا جماعه السكور ما يقلش، مش هنخسر او هنكسب، لا السكور ما يقلش. امبارح امبارح صح خلاص الجيم كام 22 بونت تقريبا. ايوه هو دايما بقى في اي تايم اوت جماعه السكور ما يقلش عن كذا كده، فده احنا متعودين عليه بصراحه في النادي الاهلي عموما كمان مش فرقتي بس. صحيح. انتوا شايفين المنافسه، سؤال ليكم انتوا الاثنين، المنافسه السنه دي ازاي يعني سواء رجال او سيدات يا مازن؟ احنا السنه دي طبعا عندنا فرقه الاتحاد، فرقه طبعا محترمه يعني فرقه قويه من افضل الفرق موجوده في مصر بالظبط. هي السنه اللي فاتت طبعا كانت المنافس بتاعنا في الدوري، فهو اكيد يعني السنه دي ان شاء الله يعني نكسب البطولات كلها، بس هي فرقه محترمه برضو لازم نعمل لها حساب ويدعموا بشكل كويس برضو، عندهم لعيبه محترفه كتير يعني بالظبط. تستعدوا لها ازاي المنافسه القويه دي مع منافس قوي زي الاتحاد؟ والله يعني بنتمرن وبنجتهد وكده، والباقي ده بتاع ربنا يعني، هو مش مهم بقى اي حاجه تاني، المهم ان انت بتتمرن وبتعمل اللي عليك بس. لكن بقيه الحاجات دي بقى اللي هي تمارين وكده فيتنس وباسكت وطبعا الفرق. نعم بتبقى اضافيه، في تمرينات اضافيه بتعملوها قبل الماتشات المهمه؟ طبعا. ايوه طبعا. معسكرات مغلقه، معسكرات برضو قبل المباراه بيوم بتروحوا في مش بيوم بس بثالث، ممكن احنا فرقتي مثلا كابتن علي دايما يعمل لنا معسكر مغلق قبل الماتشات، لو فاينل او مش فاينل او ماتش قوي يعني قبلها بثلاث ايام ولا حاجه، لازم نتمرن على الارض اللي هنلعب عليها وبنتمرن صبح وبالليل. ما بتبقاش الموضوع سهل يعني. وبالنسبه لك انت؟ بنخش طبعا برضو قبل الفاينلز بثلاث ايام او اربع ايام، بعد كده بنتمرن مثلا يومين او يوم في الملعب اللي هنلعب عليه الماتشات. وبعد كده بتفرق، اصل موضوع الملعب احنا واخدين عندنا مثلا في الكوره في الارتفيشال، في النجيل الصناعي وفي النجيل الطبيعي وفي لما يكون مطر، انتوا بتقولوا الملعب عشان يتعود عليه، مع ان الملعب في ملاعب مختلفه، في باركيه وفي ملاعب ثانيه بتختلف بالظبط. الحلقه نفسها بتختلف، الحلقه نفسها من ملعب لملعب ازاي يعني في حلقه مثلا بيبقى يعني الكره تيجي فيه تبقى ناشفه قوي، فانت تحتاج السنس بتاعك تلعب الكره، ما تبقاش رايح الكيرف مثلا اللي هو العلو بتاع الكره ما يبقاش عالي قوي عشان الكره ما تردش بره. اوكي كده يعني في حلقه بتبقى واسعه يعني دي تلم الكوره، مش في حاجات ده مقياسات عالميه ماشيين زي بيبقى في طبعا، بس هو هنا يعني بيوسعوا يعني ويضيعوا على حسب مع ان ده غير قانوني المفروض يعني طبعا. هو في الماتشات طبعا اللي هي الفيرست تيم وكده، لا ممكن تلاقي في الاستاد مثلا اللي هي الماتشات اللي بتتلعب اللي هي بساعه بتاعه المنتخب او كده تلاقي الحلقات مظبوطه، الارتفاع بتاعها مظبوط، اللي هي الواسعه والضيقه دي مظبوطه يعني. اوكي انا عايز اسالكم، انتوا بتتابعوا كوره؟ طبعا بتتابع. وانت يا نادين؟ لا ما شفتيش ماتش من منتخب مصر مع توجو؟ لا طبعا ما شفتش ماتش المنتخب، بس متابع اهلي يعني. ما تابعتش ماتش المنتخب. المنتخب طبعا انا شايف انه عمل نتيجه اكتر من رائعه، يعني كان عليه ضغوط كبيره جدا الفتره اللي فاتت بعد مباراه القاهره، لكن مباراه العوده امام توجو خارج الارض كسب بشكل اكتر من رائع 3-1، عمل اداء جيد جدا رغم الصعوبات ورغم بعض الاصابات المفاجاه زي ما انتم عارفين، صلاح كان عنده كورونا وبعديه النني. فمعانا دلوقتي الكابتن احمد ايوب طبعا مدرب منتخب مصر. مساء الخير يا كابتن احمد.
غير كابتن هاني تحياتي ليك وتحياتي لسهام وضيوفك طبعا الموجودين معاك المنورين للاستوديو طبعا يعني. مبروك يا كابتن احمد. حبيبي الف مبروك. الحمد لله مبروك لا مبروك طبعا، وعايزين نبارك لك في جزئيه معينه جدا على الاداء اولا، لان الاداء كان اكتر من رائع، وكمان على النتيجه، وكمان على التشكيل اللي كان فيه بعض المفاجآت وكانت مفاجآت إيجابية جدا. وخلينا بصراحة أنا بكلمك حتى يعني بشكل فني شوية، أنا هبدأ معاك من الآخر. هي كانت مفاجأة إيجابية بعد الماتش، إنما قبل الماتش كانت مفاجأة إيجابية لناس كتير قوي. لا طبعا يعني أنت دايما كل مدير فني وليه رؤيته، ويمكن أكيد أنت برضو تابعت، أنت كنت رايحين بلود عالي جدا، وكان في بعض الانتقادات، في انتقادات يا كابتن أحمد أنت عارف الانتقادات بتخرج بشكل ممكن تدي روح إيجابية وروح أو دفعة للفريق، وبيكون في بعض الناس أو بعض الانتقادات بغرض ما أو ما بيكونش هي الغرض المفروض تكون عليه. فيعني بنقول لك مبروك، ويعني إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية كمان تكون أفضل بإذن الله. يعني طبعا أنا بحييك كابتن هاني، طبعا لعيب كبير ومدرب قدير، يمكن حضرتك طبعا كنت نجم كبير في النادي الأهلي ومنتخب مصر، يمكن انا عاصرتك وكنت بعتك على طول، وانت كنت بالنسبه لي يمكن مثل برضه اعلى، يمكن فرق الله يخليك صغير سنتين ولا حاجه، ولكن طبعا انت لعيب كبير ولعيب مهم في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولما احترفت احترفت بشكل كويس، وكنت مدرب في منتخب مصر، فاكيد عارف يعني عارف ومقدر فعلا المكان طبعا صحيح، وعارف قد ايه الضغوط اللي بتكون على المدرب والمدير الفني والفريق، خاصة الفترة الأخيرة يمكن كان علينا ضغوط كبيرة جدا جدا من بداية ما اشتغلنا نتيجة الغيابات والإصابات، ويمكن الناس كانت مستعجلة، ولكن احنا كان برضو عندنا هدف كبير بنشتغل عشانه، ويتخللوا أهداف صغيرة بنمر بيها، يمكن الحمد لله خدنا الغرض من المراحل اللي احنا مرينا فيها، يمكن دلوقتي متصدرين المجموعة، ولكن يمكن اتعاملنا مع ضغوط كبيره جدا، وزي ما حضرتك بتقول اه في ضغوط في ضغوط ولازم يكون في ضغوط، ولكن الواحد وفي انتقادات طبيعي ان انا كمدرب لازم اتعامل معاها واتعايش معاها. كان ايه اصعب الضغوط اللي تعرضتوا ليها وانتوا يعني اثرتوا ان انتوا لازم اكيد كنتوا تتعاملوا ولازم اكيد كنتوا تحتوا الموقف، واكيد اكيد تابعتوا يا كابتن احمد يعني الهجوم اللي تعرض له يعني الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ لا يعني طبعا اكيد بنتابع، ولكن ما بنشغلش بالنا، عشان يمكن يعني المدرب اضطر يركز مع فرقته، ولو شغل باله بالانتقادات واراء الناس مش هيركز مع الفرقه، ولكن احنا كنا مركزين مع الفرقه. انا بقول ان في انتقادات اه يعني، ولكن زي ما بيقول كابتن هاني في انتقادات متقبله وتكون ايجابيه وبتدفعك انك تشتغل، ولكن في انتقادات يعني لمجرد انتقاد او حب او كره او في اتجاه معين او في حاجه معينه، ده اللي بيبقى صعب جدا، ولكن ايا كان ما ينفعش نفكر فيها، لان انت بتشتغل في منتخب مصر، يعني اهم حاجه مصلحه المنتخب، بيعبر عن مصر كلها، بيفرح لما بيكسب الناس كلها بتفرح، لما لا قدر الله تكون في خساره كل الناس بتزعل، ما ينفعش نفكر في اي حاجه تشغلنا عن شغلنا، ولكن اه تعرضنا لضغوط طبعا، تعرضنا لضغوط كبيره جدا جدا، ولكن قدرنا نحتويها ونتعامل معاها. يمكن الفتره الاخيره يمكن احنا بدانا يمكن المعسكر، هرجع من الاول، يمكن المعسكر الاولاني خالص كان عندنا غيابات واصابات كثيره، ولكن الحمد لله اتعاملنا، وبعد كده جت فتره كورونا، اللعيبه يعني فتره طويله ما بتلعبش، ويمكن التجمع اللي كان في شهر 10 قلنا لا الدوري يكمل، واتضح ان ده كان في مصلحه المنتخب، لان كان في لعيبه جهزت بشكل كبير وشفناها بشكل كبير وكانت موجوده معانا وبقى ليها دور، يمكن الدوري لو كان في كمل ما كانش لعيبه كتير، ممكن كان في لعيبه ما تبقاش موجوده. صحيح صحيح. فاتضح ان برضه كانت الرؤيه صائبه، لما خدنا عدد كبير وتعرضنا للانتقاد، يمكن شفنا بعض الاصابات والغيابات، احنا في الماتش الاخير يمكن السكور كان على قد اللعيبه الموجوده بالظبط، فواضح ان احنا برضه كانت رؤيتنا صح. وفي نقطه يعني كمان يا كابتن احمد برضه بشيد بيها، ويمكن قلتها، ان كمان ان الكابتن حسام البدري يتنازل عن معسكر شهر اكتوبر، دي كانت اجنده دوليه، وبناء على رؤيه استكمال الدوري اللي انت طبعا بتاكد ان كان مهم جدا جدا لاعداد اللعيبه دي، انه كمان انتوا استغنيتوا عن معسكر اكتوبر لصالح الدوري المصري، يعني لصالح الدوري، وده برضه يعني حافظ على فورمه اللعيبه، وفي لعيبه يعني يمكن ادت بشكل كويس وبقت موجوده في المنتخب نتيجه استكمال الدوري، فده حاجات برضه كويسه.
طبعا طبعا. يمكن الفتره الاخيره لما كنا كاملين وفات المعسكر وانضم لينا صلاح، طبعا صلاح قيمه وقامه كبيره لمنتخب مصر وما كانش موجود معانا المعسكر قبل كده، وطبعا اضافه لينا قويه. يمكن احنا عملنا لحد دلوقتي حوالي 6-7 مساحات، يمكن اول مره يوم رحنا المعسكر اول ما اتجمعنا عملنا مسحه وكانت كلها سلبيه. وجئنا بالمسحه اللي هي قبل المباراه ب 48 ساعه، يعني ليله المباراه يعني خلاص احنا صباح ثاني يوم بنلعب المباراه الاولى. فوجئنا ان صلاح مستبعد، طبعا مستبعد طبعا اكيد كانت يعني مفاجاه وصدمه كبيره جدا اكيد فينا نفقد حد بحجم صلاح، وده لا يقلل ابدا من قيمه اللعيبه اللي كانت موجوده معانا، بشكرهم لانهم ادوا على اكمل وجه وكانوا رجاله واستحملوا ضغوط كبيره جدا. ولكن على الفور يعني الكابتن حسام عمل اجتماع مع اللعيبه واكد ان مصلحه يعني صحه اللعيبه اهم من اي حاجه أكيد. واللي محتاج يعمل مسحه ثاني، اللي حاسس باي حاجه، اللي حاسس انه تعبان محتاج يعمل حاجه زياده، لان ده احنا في المقام الاول والاخير اهم حاجه صحه اللعيبه وسلامتهم طبعا يعني. بس على الجانب الاخر كانت في لعيبه تألقت بشكل لافت كمان، يعني أفشة ظهر بشكل لافت للنظر، محمد شريف كمان يمكن اول مشاركه له مع المنتخب، فده كمان انتوا ليكوا دور فيه يا كابتن احمد عشان ما ننكروش يعني. لا طبعا طبعا، بس انا طبعا يعني بس الاحداث من بدايتها يعني بقول الصعوبات اللي تعاملنا معاها واللعيبه كمان ولكن اللعيبه كانوا رجاله وقالوا لا احنا يعني لا بتكلم على كمان دي المكاسب يا كابتن قبل طبعا ما ننهي وبنشكرك على مداخلتك، لكن كمان المكاسب اللي حققها المنتخب اول حاجه الست نقط، ثاني حاجه تألق بعض لعيبه كتير جدا جدا في المنتخب زي ما حضرتك بتقول يعني أفشة وشريف وطارق ورمضان وكل الناس كل مش عاوز انسى حد، لان الناس كلها كانت رجاله وكانوا كويسين في مباراتين وخدنا الغرض. كمان انت يعني كابتن هاني يعني برضه ما تنساش حاجه مهمه جدا، انت في مرحله يعني تجديد دماء ودخول عناصر جديده في الفرقه، انت في كام عنصر جديد في الفرقه دخل وادى بشكل كويس ممكن تبني عليهم الفتره الجايه زي شريف لا وكمان عندك منتخب اولمبي على اعلى مستوى كمان، اعتقد ده التنسيق مع الكابتن شوقي، وانتوا عندكم ما شاء الله يعني قاعده دلوقتي بقت واسعه جدا من الاختيارات اللعيبه الصغيره في السن، شوقي في تنسيق كبير جدا جدا بينهم، بقول ان في عناصر كتير دخلت وظهرت بشكل كويس، وده برضو هدف من اهداف الكابتن حسام والمنتخب انه يبقى في عناصر جديده والفتره الجايه يتبني عليها المنتخب ان شاء الله. كابتن احمد الف الف مبروك، الله يبارك وان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق اكيد. شكرا كابتن احمد، شكرا جزيلا. عايزاكم بقى تحكوا لي اطرف موقف حصل معاكم سواء في الدوري سواء مع المنتخب او حتى في المعسكر، تفتكري ايه اكتر لقطه كده تفتكريها لقطه يعني ما تنساهاش ابدا في حياتك؟ يا اول ما حصلت جريتي حكيتيها لبابا، يا بابا النهارده حصل كذا كذا، يعني ماما نحكي كل حاجه لبابا. لباباكي؟ تحكيش لمامتك؟ لا وماما طبعا، بس بابا بيتفق يعني هيكون فاهم اكتر لانه في اللعبة عدى بالمواقف كتير قوي في اللعبة. زي ايه؟ عندك حاجه انت؟ لا هي تحكي بقى. لا مش هقطعها طبعا، لازم اكيد. بس انت اكيد عندك حاجه. لا انا مش عارف احكي، انت تذكر حاجه؟ قول يا مازن ايه كده افتكر. مازن انت اكيد عندك يعني بلاوي. مش عايز اقول بلاوي. لا والله هو طبعا يعني في المعسكرات كثيره احنا بتحصل هو حاجات كتير في المعسكرات ما تتكسبش عادي يعني. لا والله يعني من مواقف يعني اللي هي السنه اللي كان بابا ماسك فيها الفرقه فكان منبه علينا قوي ان احنا ما حدش فينا السنه اللي فاتت منبه علينا قوي ما حدش ينزل من المعسكر عشان كنا في اسكندريه والدنيا بتمطر، فاحنا خلاص يعني احنا طبعا هنموت وننزل عادي يعني نتمشوا يعني نتمشى ونجيب حاجات ونطلع على طول. فروحنا اشترينا حاجات واحنا طبعا الفرقه كلها طبعا خايفه منه، وانا طبعا الفرقه واخداني معاهم ليه خلاص احنا امان امان هنروح ونرجع ولو حصل حاجه انت مازن اللي قلت لنا. انت اللي قلت لنا كمان انت اللي قلت لنا وانت اللي عايز الحاجات دي وانت شيل الشنط كمان عشان احنا نبقى معاك كده. بابا بقى رحنا ورجعنا بقى قافل علينا باب الفندق. الفندق جده كله كان مقفول والدنيا بتمطر علينا. عملت بنزق بقى الباب لقينا الحاجه، سيبنا كلنا طبعا الحاجه وكله اخدها منهم اساسا اخدنا طبعا الحاجات طبعا كلنا كنا شاريين حاجات بتاعت الاسبوع بقى اللي احنا هنقعد فيه في المعسكر بقى. رحنا دخلنا لقيناه واقف على باب الفندق
هاتوا الحاجه واطلعوا كده وانت لم شنطتك اه لا وتاني يوم الصبح لم شنطه هدومك وامشي وفعلا انا طبعا يعني انا طبعا. ايه عندي بقى لا الم شنطه هدومي كان بجد مش عارف اروح اكلمه يعني طبعا بابا بجد الم شنطه هدومي وعندنا بكره ماتش مع سبورتنج في سبورتنج اه ده ماتش مهم لميت طبعا شنطه هدومي كانت فاضيه بس انا كنت اللي هو يعني ايه باخد شنطه هدومي وماشي اه ونزلت واتمشيت شويه طبعا وانا طالع الفرقه بقى جابتك اكيد يعني طبعا الفرقه طبعا يعني كابتن الفرقه اتصل بيا قال لي ارجع وكده بس مش انا لوحدي كنت انا وكم واحد طب كويس عدت على خير الحمد لله عدت على خير وانت يا نديم لا مش عارفه والله المواقف كلها عادي يعني مفيش حاجه اه انت هاديه كده لا هم ممكن يكونوا بيبقوا مركزين قوي دوري وكده احنا برضو ناشئين شويه بتبقى مركزين اه بس هم عندهم مصايب يعني دوري وكاس وكده على مستوى على مستوى عن المنتخبات كمان يعني احنا ساعات كابتن جوهري كان بيبقى انت عارف حازم جدا جدا في الحاجات ديت بس كابتن جوهري كمان بقى كان بيعين واحد على البواب اللي هيخرج بعد الساعه 9 طبعا كنا مثلا متعشى الساعه 8 الساعة 9 يدينا ساعة وبعدين من الساعة 10 كله في الأوضة فبيبقى محاطط حد على طبعا على الأسانسير الأول واحد وبعدين على البوابة واحد وبعدين واحد ورا السور كمان واحد فاللي كان بيخرج كان حصل نفس الموقف كنت أنا برضو حسام حسن زهقنا فرايحين نشتري جرايد يعني الجرايد حصل برضو موقف في تاني يوم كانت مشكلة لأن هم بيخافوا أولا بيبقى مسؤولية أصلا كمان عليهم مسؤولية فده كمان علشان وخاصة أنت كمان يعني ابن المدرب فهو بالتالي ممكن يقرص عليك أنت أكتر يعني طبعا ولاد المدرب الكبير ياسر بن فتوحي وكنت بتقوله في اول الكلام ان هو مثلكه الاعلى مين على المستوى العالمي يا نديم بتحب التابعين مين مثلك الاعلى قول لي خششني خششني احنا نسحب السؤال احسن ايوه انت يا مازن ليك يعني بتفرج طبعا ام بي اي وكده يعني ولا عالمي يعني مستوى عالمي ليبرون جيمس طبعا كاير ايرفينج في مين تاني طبعا لعبت الام بي اي كلهم يعني نفسي بقى زي واحد فيهم نفسك في يوم من الايام نفسك تحترف يعني من طموحاتك انك اكيد تلعب طبعا مع الفريق الاول وتحقق نجاحات لكن مستوى الاحتراف صعب للاعب كره الباسكت انه يحترف في دوريات اوروبيه مثلا ولا ممكن هو مش صعب هو طبعا هو ممكن لا يعني هو طبعا حلم اي لعيب في مصر ان هو طبعا يسافر بره يحترف وكده مش بتبقى صعبه ممكن تسافر في امريكا مثلا تلعب في دوري الجامعات وكده دوري الجامعات بس طبعا ده بيجي طبعا عن خلال سكولرشيب بالظبط او طبعا بيبص دايما على اللعيبه بتاعه المنتخب كده يعني بس نتمنى التوفيق لكم بجد شرفتونا ونورتونا ومزيد من البطولات ان شاء الله سلمونا على مالك كمان ومالك كمان ربنا يوفقه في مهمته كمان بالتوفيق مع منتخب مصر ان شاء الله نورتونا وشرفتونا في البطولات شكرا لكم طيب بعد الفاصل حوار في نقاط او ملفات كبيره جدا مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي دكتور محمد سراج الدين